بحضور السيد معاون رئيس أركان الجيش للتدريب وعدد من ضباط الجيش العراقي والصنف المدرع، تنفذ مدرسة الدروع فعالية عرين الأسود، الرمي الحقيقي لدورة الأسلحة الأساسية لضباط الدروع لخريجي الكلية العسكرية الدورة 111 والدورة التأهيلية 85. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. من هذه الفعالية طبعا التدريب والتطوير المدارك لدى المشتركين في هذه الدورة لمدة 6 أشهر، وترميتهم على الأسلحة الثقيلة والمتوسطة الموجودة في دبابات وناقلات الأشخاص المدرعة، وما رأيناه من إصابة الدقيقة لجميع الأهداف، هذا الدليل على كفاءة المعلمين وعلى حرص المتدربين. وكذلك احنا مقبلين إن شاء الله إلى استلام دورات أخرى. توجه بشكر خاص إلى مدير صنف المدرع وإلى أمر مدرسة وإلى كافة المعلمين والمنتسبين الذين بذلوا جهودهم لإنجاح هذه الدورة، وأوجه شكري خاص إلى حلف الناتو لأنه دائما متابع، دائما حريص، دائما تواجد ويانا في كل المكانات وفي كل الساحات اللي تخص وتدرب فيها الجيش العراقي. يعد التدريب جانب حي ومفصل مهم واحد الركائز التي تستند عليها الجيوش والذي يسهم في تطور وتقدم القدرات القتالية للجيش العراقي. ولنجاح هذا الجانب الحيوي تم إعداد خطط علمية مدروسة بناء على تنوع الأسلحة الدبابات الموجودة ضمن الصف المدرع، ومن خلال مدرسة الدروع تم افتتاح دورة الأساسية للدورة 111 والدورة التأهيلية 85 لإشراكهم بالتدريب النظري والعملي للدبابات الإبرامز والتي 90 وال72 وال55 وعجلات القتال BMP3 والBMP1. وهذا اليوم تم إجراء عملية الرمي الحقيقي لهذه الدبابات، والحمد لله كان التفوق ناجح، ويحقق الرمي هو ما تم تدريبه من خلال الجانب النظري والعملي للوقوف على نتيجة أرضية واقعة وحقيقية. لتخرج هذه الدورة هو لرفد الوحدات المدرعة والآلية بضباط أكفاء طموحين يطمحون للبذل المزيد ضمن التقنيات الحديثة للدبابات المذكورة. نتمنى للجميع تحقيق ما يطمحون للضباط، ومن الله التوفيق. الغاية من الرمي هي تعزيز الثقة للرامي والضابط بالسلاح، وأيضا لمعالجة الأخطاء التي تحدث أثناء الرمي، ولاستخدام الأمثل للمعدات والأجهزة البصرية. تم ترمية
الضباط المتخرجين من الكلية العسكرية والمنسبين إلى الصنف المدرع على مختلف أنواع الأسلحة المستخدمة في دبابات وعجلات قتال الجيش العراقي. الغاية من فعالية الرمي هي لإعطاء المتدرب الثقة بسلاحه والتأكد من أن جميع الإصابات في الميدان تمت بصورة صحيحة والوصول إلى الغاية من التدريب. دروس عديدة متوخاة من فعالية الرمي الحقيقي في الميدان، لعل أبرزها غرس ثقة الرمي بالسلاح وتعليم الرماة على كيفية التقليل من الأخطاء وتجسيد ثمرة التدريب النظري والعملي. من معسكر بسماية، صباح الخزعلي، إعلام وزارة الدفاع.